طرح اجتماع اللجنة الفرعية للتوعية عن مخاطر فيروس كورونا مسائل عدم احترام المواطنين للإجراءات الصحية التي سنتها الحكومة اتقاء تفشي فيروس كورونا. اللجنة الفرعية للتوعية والتي يرأسها وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين وينوب عنه وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي محمد إسماعيل شيبو تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع. وأثناء الاجتماع فتحت فقرة لأعضاء اللجنة لتقديم مقترحاتهم لتطوير أداء اللجنة، وتركزت المقترحات المطروحة في الحد من المخالفات التي يمارسها أصحاب وكالات السفر فضلا عن عدم احترام المواطنين للإجراءات في الأسواق والمحال التجارية ودور العبادة. وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي محمد إسماعيل شيبو قال إن اللجنة منذ إنشائها إبان تفشي كوفيد-19 لم تستثني في عضويتها مكونا أو فئة من فئات المجتمع الفاعلة سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية أو تجارية، وكل هذا بغرض أن يتبع المواطنون الإرشادات الصحية. زي ما تعرفوا يوم 1 سبتمبر اجتمعنا هنا مع ممثلين هنا أديان وحنا الترانسبورتر، قلنا لهم يعني المزير بارير ده ناس واحدين ما قاعدين يحترموا، خاصة ناس هنا الأجانس دي فوياج وناس هنا ترانسبور الأوربان زادوا السير هنا النقل، وبدل يشولوا الناس نص هنا البيس ده زادوا الثمن وبيشولوا بملوا البيس، وفي الجوامع وفي كنائس كمان تباعد وكشف الكمامة الناس ما قاعدين يحترموا. اللجنة الفرعية للتوعية اجتمع اليوم ويشوف كيف نلقوا حلول لهذا المشاكل، عدم التطبيق القرارات عن الحكومة بما يخص الكورونا فيروس. كل الأعداء عن اللجنة اشتركوا جديا وعملوا اختراعات كثير، وقررنا أن لجنة الصغير مسخرة يجتمع يشوف البرنامج عن التوعية، وهذا البرنامج يدرسوه ويشوفوا هل حاليا هذا البرنامج يوافق ما وضع القاعد ده ولا لا، إذا ما يوافق يجيبوا تعديلات. اللجنة وبعد مداولات بين أعضائها خلصت إلى ضرورة أن تشكل لجنة مصغرة يقودها المدراء العامون لوزارتي الإعلام ووزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي، وتعمل مع عمد الدوائر وممثلين عن الشباب والمرأة ونقابة وكالات السفر في مسعى لإرشاد المواطنين لتطبيق الإجراءات الصحية.